كويس. وحضراتكم قلتوا ان الاي سي جي ده بيتبع مبدا الالكتروميكانيكال كابلنج. الالكتريكال كابلنج الكهرباء تمشي تعمل ديبولاريزيشن، ف يعني تعمل كونتراكشن. كونتراكشن دي حركه الكاميرا تلقطها تصورها في صوره ويف، صح؟ وبعد كده ريبولاريزيشن اللي هو ريتين الماسل ترجع للريستنج ستيت، برضو الحركه الماسل بتتحرك فحركتها، يعني كونتراكشن حركه داخليه، ريلاكسيشن حركه لبره. كلتا الحركتين هتعمل لي ويفز. هنعرف ايه الويفز دي بالتفصيل. في كتاب ده اشهر كتاب، وده ان شاء الله انتوا اللي حابب بقى يقرا في رسم القلب هيجيب الكتاب ده، لازم يبقى معاكم في الامتياز، اسمه جولد بيرجر. ده اشهر كتاب واحسن كتاب في رسم القلب، كتاب بيزك كمان يعني مستواه حلو بالنسبه لنا. فجولد بيرجر ده قال كلمة حلوة قوي في مقدمة الكتاب، بيقول لك ايه؟ ان taking an ECG is like recording football game، انك تعمل رسم قلب كأنك بتصور ماتش كورة with a camera video، تمام؟ multiple camera angles يعني بستخدم كذا كادر ماشي are necessary to capture the event completely، يعني انا عشان اصور الايفنت كاملا لازم استخدم كذا كادر، وهو ده اللي بنعمله في رسم القلب. رسم القلب عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحتة دي مهمة قوي عشان كلنا احنا مش متخيلين ايه رسم القلب، فلازم نفهم دي. رسم القلب عبارة عن ايه؟ ادي القلب، ده مين؟ ده الهارت. الهارت ده انا عاوز اصوره من كل النواحي. شفنا عندي كام سيرفيس؟ عندنا خمسة سيرفيس، صح؟ انا عاوز اصور الخمسة سيرفيسز واحصل على صورة بانوراميك ايمج. عارفين صورة البانوراما؟ عاوز احصل على بانوراميك ايمج. فانا بستخدم 10 كاميرات، بستخدم ايه؟ 10 كاميرات، حاططهم في 10 كادرات مختلفة، في 10 كادرات في علم التصوير. الانجل او المكان اللي بتحط فيه الكاميرا اسمه كادر. فانا بستخدم 10 كاميرات حاططهم في 10 كادرات مختلفة عشان احصل على 12 صورة، 12 ايمج. ال 12 صورة دولت يدوني ايه؟ الكومبليت بيكشر او البانوراميك ايمج بتاعت الهارت. يبقى تاني رسم القلب ده عبارة عن ايه؟ هو علم تصوير صرفة، عبارة عن ان انا بستخدم 10 كاميرات بصور بيهم القلب من 10 كادرات عشان احصل على 12 صورة. ال 12 صورة دول يمثلوا البانوراميك ايمج بتاعت القلب. طيب ال 10 كادرات، كلمة كادر في علم التصوير اسمها ايه؟ في علم رسم القلب اسمها انجل، زاوية. تمام. طيب كلمة كاميرا في علم التصوير اسمها في رسم القلب الكترود. اما الليد هي الصورة، الفوتو اللي بحصل عليها في التصوير يقابلها في رسم القلب او اسمها في علم رسم القلب ليد. يبقى انا بستخدم 10 الكترودز اللي هو 10 كاميرات من 10 انجل اللي هو من 10 كادرات عشان احصل على 12 ليد، اسمه 12 ليد، عشان احصل على 12 صوره تديني البانوراميك ايمج بتاعت الهارت. تمام. ده كلام مهم قوي، ده كلام في منتهى الاهميه. فهمنا ايه رسم القلب، يعني ليه بحط الحاجات دي، واشمعنى 10 واشمعنى واشمعنى؟ ده عشان هذا الكلام. طيب تخيلوا بقى ان انا حطيت الكاميرات ديت غلط، عملت abnormal positioning او wrong connection، وصلت الكاميرات غلط، هل ده هينعكس على رسم القلب؟ اكيد اكيد، لما احط الكاميرات معكوسه او متبدله اكيد الصوره هتطلع غلط، صح؟ يعني لما اصورك من تحت غير ما اصورك من فوق، ولا ايه؟ تمام. اكسلنت، برافو عليك. وده اللي احنا هنقوله في السيكريت كودز، ازاي انا اصلا قبل ما ابتدي ابص في رسم القلب واشوف فيه باثولوجي اعرف ان الرسم ده متوصل صح بالاساس ولا غلط، وازاي ناس كبيره قوي بتغلط في الموضوع ده وتشخص عينين غلط عشان هو ما خدش باله ان الرسم اصلا متوصل غلط. ده هنقوله دلوقتي. فهمنا كده ايه هو الـ فكره رسم القلب اصلا؟ ده مهم قوي. طيب ال 10 كاميرات بقى او ال 10 الكترودز، في بحط 4 كاميرات على الاطراف الايدين والرجلين و6 كاميرات على التشيست وول دايركت على الهارت. طيب نشوف كده. ده الجهاز، دي الكاميرا فيديو بتاعتنا، ده دي الكاميرا اللي بنصور بيها. تمام. ادي الكاميرا كونكشن، في عندنا 4 بيتحطوا على الاطراف. تمام. هنا بقول لك اهوت، هي الكاميرا
هي الالكترودز، والايمجز هي الليدز، والتويل بليدز. دي معلومه مهمه كمان بقى، دي لازم تبقى في دماغنا كويس قوي، ان ال 12 كاميرا بيصوروا ذا ايفنت ماشي ات ذا سيم تايم. دي معلومه مهمه قوي. ليه بقى؟ يعني مثلا انا عندي الهارت اهوت، ده رسم القلب، دي المنظر ده، ثلاثة ويفز دولت موجودين في ال 12 صورة، تمام؟ أول ويف هو ده، الويف دي عبارة عن كونتراكشن ريلاكسيشن، ديت في ليد واحد اللي هو في الصورة رقم واحد، وهي ما يقابلها اللي هو أول ويف في ليد اتنين، وأول ويف في في خمسة أو في في ستة، كل ديت هي تمثل ايفنت واحد، تمام؟ طب هتقول لي اشمعنى في خمسة وستة شكلها كده؟ اقول لك عشان متصورة من كادر مختلف، يعني هو ذا سيم ايفنت ذا سيم كونتراكشن بس متصور من ايه؟ من كادر مختلف، فشكله هنا كده وشكله هنا كده، بس هو ذا سيم ايفنت. دي معلومة مهمة ليه بقى؟ لأن عارفين الاكسترا سيستولز؟ الاكسترا سيستولز دي اللي هي ايه؟ يعني جت كونتراكشن من غير مكانها في وقت غير وقتها. فتلاقي مثلا عيان عنده وان اكسترا سيستولية كده، والواد اكسترا سيستولية اكيد هتظهر في ال 12 صورة صح؟ فتلاقي دكتور التخدير عارض لك الحالة ويقول لك الان عنده فريكوانت بي في سيز، يعني عنده بي في سيز كتيرة قوي بس شايفها في كل الصور. فنطلع نقول له هي 1 بي في سي واحدة بس ملقوطة في كل رسم القلب، تمام؟ فدي بتلخبطهم جدا، ما هو فريكوانت بي في سيز ويأجل العيان وما يدخلوش العملية، مع انه هو بس لو يعرف ان هي 1 بي في سي، يعني بي في سي هي واحدة بس هي بتظهر في كل الصور وباشكال مختلفه، تمام؟ فدي معلومه في منتهى الاهميه. يبقى الكاميرات بتصور نفس الايفنت ماشي ات ذا سيم تايم بس يظهر بصور مختلفه. اتفضل. الجهاز اصلا بيشتغل بيصور ليد ويخلصه بعد كده في الليد اللي بعده. دي برضو دي ما هو ده محتاجه تخيل، بس دي حاجه في الانترنس في الانترنسيتي بتاع الهارت. يعني انت الجهاز مثلا ممكن جهاز يطلع الاي سي جي ليد ليد ليد، يعني طلعت صوره صوره صوره. في جهاز يعني انا الجهاز اللي عندي في العياده مثلا بيطلع السته ات ذا سيم تايم، فدي حاجه في الجهاز. ياما هو بيصور السيم ايفنت في نفس في نفس الايه يعني نفس الكونتراكشن ريلاكسيشن هو اللي بيظهر في كل ال 12 صوره، تمام؟ سواء انت بقى صورت ثلاثه دول ثلاث ايفنتس انت صورتهم بس ات ذا سيم تايم من 12 كادر مختلف، فيظهروا الثلاثه دولت في ال 12 صوره بس من زوايا مختلفه، تمام؟ فدي حاجة في الانترنس يعني في الميموري بتاع الجهاز. في جهاز يطلع لك ال 12 صورة تحت بعض كده، زي جهاز مثلا السي اي سي اللي هو جنبنا ده بيطلع ال 12 ات ذا سيم تايم. في جهاز تاني يطلعهم ستة، في جهاز ثلاثة، في جهاز واحد. كل ما الجهاز يبقى غالي كل ما بيطلعهم يعني مع بعض، بس هو كله هو نفس الايفنت ات ذا سيم تايم، تمام؟ ده كلام كويس، وعرفنا ايه اهميه ده براكتيكالي، عشان برضو كتير مننا بيغلط ويقول لك العام في فريكوينت بي في سيز في مش عارف ايه، وهي تبقى هو ايفنت واحد بس ظاهر في كل الصور. دي الكاميرات اهي، احنا قلنا هنحصل على كام صوره؟ 12 صوره. الصور ديت لها اسماء، تمام؟ احنا حاطين هنا على الايدين وحاطين على الرجلين، في واحد من الرجول ده ارضي ملناش علاقه بيه، تمام؟ عندك بقى الصوره هنا، خلي بالك شوف انت بتصور هنا، دي هتصور الهارت ايه؟ كده من الانجل دي، وديت هتصور الهارت من الانجل دي، ودي هتصور الهارت من الانجل دي. بعد كده باخد فرق الصورتين الاثنين دولت واصور الهارت من نصهم هنا، واخد فرق الصورتين دولت واصور الهارت من هنا، واخد فرق الصورتين دولت واصور الهارت منين؟ من هنا. يبقى اخدت كام صوره؟ ست صور صح؟ يبقى اذا الاربع كاميرات دولت ادوني كام صوره؟ يعني كام ليد؟ ستة ليدز، ثلاثة ليدز اسمهم ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثة، واللي خدت فرق أو مجموعهم عملت بيهم أوجمنتيشن فسموها إيه؟ كلمة إيه دي يعني أوجمنتد، يعني خدت قوة الكاميرتين وصورت بيهم بسرعة، فتلاقي إيه أوجمنتد اللي هي إيه في آر وإيه في إل وإيه في إف، تمام؟ يبقى أنا كده بأول أربع كاميرات حصلت على ست صور، شايفين الست صور مصورين القلب من كام أنجل؟ من أنجلز مختلفة خالص. خدت ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثة، إي في إل، إي في آر، إي في إف، خلاص؟ دول الست صور اللي خدتهم. بعد كده بحط كاميراز قريبة أوي من الهارت، تصور القلب دايركتلي كده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست، بتديني صور اسمها اللي هي الشيست ليدز، اللي هي أدي في واحد
في 2 في 1 وفي 2 دولت يمت مين؟ برافو يمت الانتر فنتريكولار سيبت. وادي في 3 وفي 4 دول يمت مين؟ الانتير وول. وادي في 5 وفي 6 دول يمت مين؟ اللاترال وول. يبقى دول 6 كاميرات هاخد بيهم 6 صور تانيين اسمهم الشيست ليدز اللي هي الصور بتاعت المنطقة بتاع كادر التشيست في 1 وفي 2 و3 و4 و5 و6 1 و2 قصاد و4 و5 قصاد سوري 3 و4 قصاد الانتيريور و5 و6 يمت اللاترال وول. يعني 5 و6 دول لو لقيت فيهم اس تي اليفيشن بتاع ام اي يبقى ده معنى ايه؟ ان اللاترال وول مقفول. يبقى انا شريان اكسلنت ال سي اكس كويسه. يبقى عرفنا كده ايه هم ال 12 صوره. حد عنده بروبلم فيها؟ دكتوره بتساليها ما تسالينا. السبتم الانتر فنتريكولار سبتم تمام. وممكن على فكره يبقوا قصاد الرايت فنتريكل برضه بس يديني صوره معكوسه تمام. بس يعني مش مهم عشان ما نلخبطش دلوقتي فخلينا ان هم قصاد مين؟ السبتم. طيب عرفنا كده ايه هم 12 صوره يا جماعه؟ طب حلوه. الصور دي هتنطبع على ايه؟ على بيبر صح؟ مش احنا اي صور بنصورها بنطبعها؟ طيب يبقى مهم قوي عشان انا وانا بعمل انتربريتيشن لازم ابقى فاميليار مع البيبر دي صح؟ لازم ابقى عارف ايه الورقه دي وبتتكون من ايه وشكلها ايه وايه دلالتها؟ دي معلومه مهمه كمان. نشوف كده. دي الست صور كاميرات. ازاي بقى احط الكاميرات ديت؟ ازاي احط الالكترودز ده في الهاندس اون سيشن ان شاء الله نبقى نعرفكم البوزيشنز بتاعتها. هنا دي صورة حلوة قوي هو اللي انا رسمتها لكم اللي هو القلب ومحاط بالكادرات كلها عشان اصوره من كل الكادرز اللي هي كل الانجلز يعني. طيب دي الايه؟ دي الورقة اللي حاطبة عليها البانوراما بتاعتي اللي هي الاي سي جي بيبر. الاي سي جي بيبر ديت فيها يونت مهمة قوي اكيد كلكم عارفين اللي هو مربع. هذا المربع مكون من ايه؟ خمس مربعات صغيرين في خمس مربعات صغيرين. ده الوحده بتاعت البيبر اللي حاطب عليها الصوره. طيب هذه الورقه او الوحده في لها امتداد افقي وامتداد راسي. الامتداد الافقي يمثل ديوريشن اكسلنت والامتداد الراسي يمثل امبليتيود او فولتج. طيب اليونت اللي لازم احفظها ان هذا المربع يمثل قد ايه يونت من الامبليتيود؟ نص ملي فولت. نص ايه؟ ملي فولت. طيب الديوريشن بتاعته يمثل قد ايه؟ كام؟ اكسلنت 2 من 10 ثانية تمام؟ 2 من 10 سكند. يبقى انا عاوز احفظ رقمين اثنين ان انا عندي وحدة الورقة هي مربع مكون من خمس مربعات صغيرين في خمس مربعات صغيرين. دي الوحدة بتاعته تمام؟ هذه الوحدة تمثل في الديوريشن 2 من 10 ثانية. تبقى الثانية كام؟ 5 صح؟ أو 2 من 10 و2 من 10 و2 من 10 و2 من 10 و2 من 10 يبقى 1 ثانية. يبقى الثانية كام مربع؟ 5 مربعات. وتمثل في الامبليتيود نص ملي فولت تمام؟ يبقى تاني عشان دي دايما كانت بتلخبطنا واحنا طلبة كده. وحدة الورقة هي مربع مكون من إيه؟ خمس مربعات صغيرة في خمس مربعات صغيرة. هذا المربع على المحور الأفقي يمثل كام؟ 2 من 10 ثانية. وعلى المحور الرأسي يمثل نص ملي فولت. حد عنده مشكلة في الموضوع ده؟ الدكتورة اللي أغمى عليها؟ صاحية؟ تمام ماشي؟ طيب ده كويسة. هنبتدي بقى نشوف مكونات الصورة. احنا كل ده احنا بنتعرف على رسم القلب، ما هو علم تصوير. يعني انا مثلا لما اصور دكتور ايه؟ دكتور محمد مثلا، انا متوقع ان الصورة دي هلاقي فيها ايه؟ هلاقي راس وجذع واطراف، انا اكيد محمد مش هيبقى فيه كده صح؟ بس هذا الراس والجذع والاطراف لو صورته من قدام غير ما اصوره من الجنب غير ما اصوره من فوق غير ما اصوره من تحت، بس في النهاية هما ايه؟ راس وجذع واطراف. صح كده؟ تمام. ايه هما بقى الراس والجذع والاطراف في صوره رسم القلب؟ حد بقى دي كلام بتاع سنه ثانيه، فحد هيطلع يقول لنا الراجل اللي مستهزأ بالمعلومه ده هيجي. سنين هيقول لنا ايه هو الراس والجذع والاطراف ويمثلوا ايه؟ الرسم نفسه؟ زي ما تحب. هو دي
بشرح لهم كأن انا اللي بشرح. نيو ويف بعد كده الكيو ار اس. طب انا هقول لك حاجه، يعني انت ارسم الالكتريكال سيستم اللي انا شرحته وقول كل واحد بيعمل ايه فهيظهر في الصوره ازاي. تمام يلا بدا كله يعني. يعني بس ما هو مش كله، ده مش كبير يعني. اللي عندي هو اس نود ماشي، طلع شويه كابلات اتجمعوا في الاي بي نود، والاي بي نود طلعت هيس، والهيس ده نزلت بنك ورايح بنك. تمام يلا. اس نود لما تعمل ستارت هتعمل ستيموليشن للاتريا. حلو قوي. الاتريا الاستيموليشن بتاعها يعمل بي ويف. برافو. يبقى زميلنا قال لنا اول جزء في الصوره بيبان ويف اسمها بي ويف، هذه البي ويف تمثل انتشار الكهرباء في الاتريا، فالاتريا حصل فيها ايه؟ كونتراكشن، فرسمت لي صوره اسمها البي ويف. حلو قوي. يعني قصدك ان لو حصل اي مشكله في الاتريا هقدر اشخصها من البي ويف؟ ماشي برافو عليك. كم؟ بعد كده الانبلس بتتعدي من الاتريا للجي بي نود. ايوه. بيحصل فيها شويه ديلي. ايوه. الديلي ده بيبقى اللي هو الاستي سيجنال. بالظبط اسمها بي ار، بي ار سيجمنت. برافو. بسمنا قال معلومه قيمه جدا ان الاستابلايزر ده اللي هو بيعمل شويه ديلي، هذا الديلي بيرسم في رسم القلب في صوره البي ار دي. حلو برافو اكسلنت. بعد كده بيحصل بقى الاستيميوليشن للفنتريكل. ايوه. اول حاجه السيبتوم بيبان في الكيو اي. برافو. بعد كده بيحصل الاستيميوليشن للرايت وليفت فنتريكل مع بعض. اكسلنت. وبيظهر الار ويف كبيره. تمام. وبعد كده الار اس. تمام. يبقى زميلنا قال الكيو ويف ديت اللي هو بدايه انتشار الكهرباء بتاع الهيز باندل في السبتم، بعد كده الفنتريكلز كلها تبقى دي بولاريزد كونتراكت فتظهر لي في صوره الار اس، الاثنين مع بعض اسمهم كيو ار اس. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ بعد كده بياخد فتره بقى من الكونتراكشن للريبولاريزيشن. تمام. دي بنسميها ايزوفوليميك ريلاكسيشن فيز، ده في علم في علم الايكو بقى، اللي هو الفنتريكل هيبتدي ريلاكس. فالريلاكسيشن بيتم على مرحلتين، ايزوفوليميك ريلاكسيشن يعني العضله بتستعد للارتخاء، ثم الرابيد ريلاكسيشن فيز اللي هم يمثلوا في الاس تي سيجمنت والتي ويف اللي هو الرابيد ريبولاريزيشن. برافو عليك. نسقف بقى للراجل ده. عظيم. تمام. يبقى اذا ايه هي مكونات الصوره؟ عندنا بي ويف، بي ار انترفال، كيو ار اس، اس تي سيجمنت، وتي ويف، وفي ويف في الاخر كده غلبانه بتاع البركينجي اسمها ايه؟ اللي هي اليو ويف دي ممكن تبقى موجوده يعني. طيب عندنا في علم الصوره زي ما قلنا هنا مسميات راس وجزع واطراف، فانا عندي مكونات الصوره بتاع رسم القلب في ويفز وفي سيجمنتس وفي انترفلز. دي مسميات المكونات. ويف هي اي ايه؟ ديفليكشن عن البيز لاين. يعني انا عندي ده بيز لاين اسمه ايزو الكتريك لاين، اي ديفليكشن عن هذا البيز لاين اسمه ويف. هذه الويف قد تكون ابورد فتبقى ما تتفاعلوا، هو انا خنيق؟ تفاعلوا معايا بليز. ماشي؟ أي ويف لفوق اسمها بوزيتيف ويف، وأي ديفليكشن لتحت يبقى اسمها نيجاتيف ويف. كويس أوي. طب سيجمنت، كلمة سيجمنت دي يعني إيه؟ يعني حتة. زميلتنا قالت كلمة جميلة أوي، حتة ما بين تو ويفز، هي دي السيجمنت بالظبط. طيب هنا في الصورة دي في عندي كام سيجمنت؟ في حتة اسمها بي ار سيجمنت اللي هي ما بين البي والايه؟ والكيو ار اس، وفي حتة تانية سيجمنت اسمها اس تي سيجمنت اللي هي ما بين ايه؟ الاس والتي ويف. طيب امال ايه الانترفال؟ بالظبط اللي هي السيجمنت مع الويف اللي قبلها او الويف اللي بعدها، يعني سيجمنت زائد ويف اسمها انترفال. الانترفال دي يعني تمثل اكشن كبير. تمام. فعندنا في تو انترفالز، عندي بي ار انترفال اللي هي من بدايه البي لبدايه الار، وعندنا حاجه اسمها كيو تي انترفال من بدايه الكيو ويف لنهايه التي. طيب البي ار دي تمثل ايه؟ كونتراكشن ريلاكسيشن بتاع الاتريوم. طب والكيو تي تمثل ايه؟ كونتراكشن ريلاكسيشن بتاع الفنتريكل، صح؟ هي دي كلمة انترفال، يعني تمثل اكشن كامل. كونتراكشن ريلاكسيشن الاتريا اسمها بي ار انترفال، كونتراكشن ريلاكسيشن الفنتريكل اسمها كيو تي انترفال.
تمام. اما السيجمنتس زي ما زميلتنا قالت اللي هي منطقه ما بين تو ويفز تمثل مرحله يعني ريلاك مرحله ارتخاء للقلب، يعني القلب كده بيريح. فالبي ار انترفال سيجمنت تمثل مرحله الديلي اللي في الاي بي نود، والاس تي سيجمنت تمثل مرحله الايزوفوليميك ريلاكسيشن فيز اللي هو القلب بيستعد للارتخاء. اوكي دول التو سيجمنتس، يبقى مكونات الصوره زي ما جسمنا مكون من راس وجذع واطراف، الصوره بتاعت راس القلب مكونه من برافو عليك ويفز سيجمنتس اند انترفالز. وعرفنا ايه كل حاجه تمثل ايه في الالكتريكال سيستم بتاع القلب اهوت. ده انتوا قلتوا هذا الكلام، راجعوه كده مع بعينيكم، نبص على السكرين. أميرة ليه بتتكلمي كتير؟ تمام؟ أهوت تمام. شايفين بقى دي البانوراما بقى، ده اللي احنا عمالين ننبح قلبنا عشان خاطر نوصل لإيه؟ للبانوراميك إيمج اللي موجودة قدامنا. إيه البانوراميك إيمج دي بقى؟ عاوزين نحب في الصورة دي شوية. شايفينها؟ دي تمثل إيه؟ آدي 12 إيه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دول 12 ليد مرسومين مطبوعين على اي سي جي بيبر. تمام مديني بانوراميك ايمج للقلب. تمام طيب في حاجه في لاين تحت خالص، ايه اللاين ده؟ ده اسمه اسمه ريزم ستريب، يعني ليد واحد منهم بس خدته ورسمته طويل شويه. ممكن هذا الليد يبقى ليد اثنين وده كومن، ممكن يبقى في واحد. هو ايه فايدته هذا الريزم ستريم؟ اشخص بيه الريزم، يعني اعرف ايه مصدر الكهرباء، ومصدر الكهرباء يعني غالبا هتبقى هي مين؟ الاس اي نود. احسن ليدز بتصور البي ويف بتاع الاس اي نود اكتيفيتي هي ليد اثنين او في واحد. عشان كده لما اقول لك اعمل لي ريزم ستريم يبقى ترسم لي طويل يا اما ليد اثنين يا اما ترسم لي مين؟ يبقى اكتر كادرين بيصوروا البي ويف واقدر اشوفهم، ولما اكون عاوز اطمن قوي على البي ويف ابص عليهم هما انهي كادرين؟ ليد اثنين وفي واحد، صوره ليد اثنين وصوره في واحد. ماشي طيب. في هنا تقسيمه اناتوميه، يعني زي ما في اناتومي لجسم الانسان برضو البانوراميك ايمج بتاع راس القلب متقسمه تقسيمه اناتوميكال، والتقسيمه دي في منتهى الاهميه. الصوره دي صوره فاليبل قيمه جدا، ماشي لازم تبقوا حافظينها صم ومحفوره في دماغكم، اللي هو اني صور بتصور اني وولز. مش احنا اتفقنا ان عندي 5 وولز فلازم بتتوب ليا يا دكتوره؟ فلازم نبقى عارفين في دماغنا ومتخيلين وحافظين صم اني ليدز، يعني اني صور بتصور اني وول. وهي تقسيم يعني هما مرتبين الصور ترتيب يسهلوا الاناتوميكال جروبنج. عندك 2 و3 واي في اف دول بيصوروا مين؟ الانفيريور وول. واللي على الاطراف 5 و6 و1 واي في ال دول يصوروا مين؟ اللاترال وولز. وعندنا في 1 وفي 2 سيبتال و3 و4 الانتيريور. واي في ار ده بيبص عليهم كلك زي عامله زي بتاعه الطياره اسمها ايه؟ الايه؟ ايوه هي دي بتبص على الايفنت كله من بعيد. تمام يعني اي في ار دي بتبص عليهم كلك كده من بعيد، بص على القلب كله من بعيد. فهو ما بيصورش وول معين، بس لو كل الوولز بايظه هيظهر في تغيرات زي ما هنقول كمان شويه. تمام يبقى ده اسمه اناتوميكال جروبنج، اللي الرسم القلب ده مهم او لازم يبقى محفور في دماغنا. تمام 2 و3 واي بي اف بتصور اني وول؟ الانفيريور. اللي على الاطراف 1 واي بي ال و5 و6 بتصور اللاترال. في 1 وفي 2 سيبتال و3 و4 انتيريور. كويس قوي. هنجيب سوري حد بقى شاطر. مين؟ دي الدكتوره قال لك تعالي كده ثواني. انت هاتي بس خفيفه كده تعملي عمل خير يعني. يلا مع قدامك البانوراميك ايمج بتاع اللي هو رسم القلب، هتبتدي تحط لي دواير للاناتوميكال جروبس. اوكي؟ يلا. وري زمايلك كده واشرح لهم. قولي لهم الاول ال 12 صوره دول اسمهم ايه؟ اسمهم
قولي لي. هو كل ليد له اسم بقى، ده ليد اللي هو صورة واحد، ده واحد، وده ليد اتنين تلاتة اي في ار اي في ال اي في اف وفي واحد واثنين تلاتة اربعة خمسة وستة. تمام. الترتيب ده انترناشونال، يعني مفيش جهاز رسم قلبي مثلا هيطلع لك ليد واحد وتحت اي في ار، ده مفيش كده، ده دي حاجة انترناشونال. تمام، جميل قوي. يلا ورينا بقى الجروبز. يعني انا مثلا هقول لك الول وتحط دايرة عليه على الصور اللي بتصور. اوكي، اللاترال وول واحد وفي ال وفي خمسة وفي ستة. برافو عليك، ماشي اكسلنت. الانفيريور وول انفيريور يبقى اي في ار، لا اثنين وثلاثة واي في اف. برافو على الرسم، انا عاوزك تتخيلوهم على الرسم عشان تحفظيهم. حط دايرة عليهم اثنين. ايوه ثلاثة. برافو، تحس انهم تحت كده فبيصوروا الانفيريور وول. طب الانتيريور بقى؟ الانتيريور في واحد واثنين، ده ستة. تمام، علم عليهم ثلاثة وأربعة، ده الانتيريور. طب السبتال؟ في واحد واثنين، في واحد واثنين. طب كله على بعضه؟ لا يعني كل الهارت، كل الوولز، الصورة اللي بتبص عليه، الكاميرا اللي نزلناها، اي في ار. ماشي؟ ماشي، برافو عليك. تمام خلاص، هنعمل بقى شوية كويزز كده سريعة، ماشي؟ وهناخد ريست 10 مينتس عشان نبدأ بقى في الإيه؟ في الأمراض بقى، ماشي؟ أوكي؟ يلا، هنستعد بس اللي هيجي